واش نتي غتمشي بحال هكا الحفله؟ غتمشي كتافك معريين ومحيحه وكوني تحجميها ما يسعها شويه كوني تمركز الحسن على بالي علاش الحسن مبراي ماك لقيتي لي كنصر واش باغا تولي بحال ايلي انت راك مع توصلي ايلي واش انت جايه من فرنسا وما يسعها جمعي راسك شويه ورشي بداو كيخرجوا الشوارع ايوا براي جمع راسك شمشي لدار نوبتك تعايرني وكتعايرني بايلي مالها ايلي شنو بغات تكون بالسلامه انا حسين منها باش توصلني هي زيدو انت علاش جاي لعندي شنو بغيتي وما يسعها ومتبقيش دابا تعايري فيا وانا اختي ميساء راه دزت عليك غنمشيو انا وياك الحفله ونتوانسو في الطريق اختي ميساء شوف شنو شريت شريت رايبي وضيباله باش نديو معايا الحفله وانتي شنو شريتي وانا شريت بنادى وشريت كيكه شوف ابراهيم ما تعاودش تجي لعندي ايه حكا اصلا هذا هو اخر نهار عندنا في القرايه ومن اليوم ما غاديش نعاود نشوف وجهك غادا نتينا منك في هاد الحفلة هادي اللي غنديرو اليوم أصلا حنا غنشدو العطلة الحمد لله الحمد لله سيدي ربي غادا نتينا منو وما نعاودش نشوف وجهو ياك أختي ميساء ياك كنتيش باغا تشوفي الصديق ديالك براهيم اللي عامين هو كيقرا معاك في نفس القسم ونتي أختي ميساء بحال ختي ونتي درتي لي بحال هكا شو مالك أختي ميساء والله يتحشم عليك انت راك عزيزة لي بزاف بهاد السهولة ميساء بغيتي تنسيني شو ما ميساء ما تقوليش أنا الصديق ديالك براهيم بحال هكا لا ما صديقيش ما كنعرفوش أنا أو عامين قرا معايا دوزها عليا كحلا او بسبب كنت كناكل العصا من عند المعلمه تما تسلخني الوساده كيكون هو السبب وكان اكبر برقاد وحد البرقاد منو ما كان ياك اختي ميساء ياك انا ديما كنكون السبب فاش كتاكلي انت العصا ياك انتيني يا اختي ميساء والله تانتيني ما تبكيش يا اخويا ابراهيم ما تبكيش انت راك خويا ابراهيم انت ولدي قريتي معايا واش عام كلك اختي ميساء انا كنقول غنجيب شي 8 بحال هكا 8 ايوا ابراهيم زدتي في بقى شويه ابراهيم نقص شويه وقال نجيب شي 7 راك عارفه ابراهيم المستوى ديالي انا وانا عارف المستوى ديالك راك ما نقصتي والو ابراهيم زيدك ياك اختي ميساء ياك كثرت غنجيب 6 وقال نجيب 6 6 6 ورا نزيد فيها ابراهيم ورا نتايد النتيجه غتجيب 4 ما غتفوتهاش كيفاش 6 ونتاي راه غادي يديروا لك يوكاركي غتعاود الحال وصافي يا ميساء انا غنجيبها جوج انا يديروا لي يوكاركي وانت شنو غيديروا لك انت ما عرفتي يوكاركيرينش انت يديروا لك تنتقيلي اولا انا غادي نتاكو غادي نجيب جيبي 9 برافو جيبي 9 ميساء دابا صافي سيدي ميساء خلاص راه مشى الحال خصنا نمشيو للحفله دغيا السلام عليكم يا معلمتي السلام عليكم استاذاتي زعما هذا هو النهار الاخر عندكم جايين مع الطليب بلاص ما تجيو بكري وانا استاذه كنجي بكري وابراهيم هو اللي عطاني داز عليا بقى شادني بالهضره بقى كيقول لي جيبي 3 جيبي 4 ولا استاذه راه ندس عليها استاذه باش نفكرها بلي اليوم عندنا الحفله وغادي نشدوا اليوم النتائج وهذا هو اخر نهار ايوا عاد يا ميساء الا داز عندك الصديق ديالك ابراهيم باش يفكرك بلي اليوم عندكم الحفله وغادي تشدوا النتائج صافي يا استاذه ابراهيم اعتذر هاني يا الصديقه ديالي ميساء هاني ابراهيم ايوا بصحه الفيستا جاتك زوينه استاذه شكرا الله يحفظك يا استاذه استاذه هادي راه والله ما ديالي هادي ديال الوالد سرقتالي عرفتي وين شوفني يا استاذه ويدير لي الشوه ابراهيم الا جا عندك الوالد ديالك وغوت عليه وقال لك علاش لابس لي الفيسته ديالي
قول لي بلي عندك الحفلة. هادي الناس في الحفلة كيجيو بالفيستا كومبليت كشيطة غوب، بحال دابا نجاة جاية بغوب ديالها، مرام تاهي جاية بلا غوب، وميساء جاية بمعريكسيفاتها، ونتاهي جاية بالفيستا. واو استاذة اش غنقول لك، استاذة رفيع الخلعة وقلبي غادي يحبس، كون عطيتينا استاذة النتائج دابا ونشوفوا راسنا شنو درنا ديك الساعة ناكلو داكشي اللي جبنا الحفلة. عندي مشكل نعطيكم النتائج دابا، ولكن كاين اللي غيفرح كاين اللي غيبكي. ابراهيم ناري بقيتي فيا، انت هو اللي غادي تبكي. ولا ميسا ما غنبكيش، انت اللي غتبكي، وانت عاد شوفي حقراني. وانت عاد شوف الله يحفظني تنبكي، راه امك دير لي رب سوايع ب 4000 ريال وكتقول لي نبكي. ياري قلبي غادي يسكت، قلبي يلا نتابعوا لهنايا انتباه. حاضر سادتي نجلاء، جبتي في معدل الدورة الثانية 9.5. حاسة جدا يا نجلاء، تعالي إلى هنا يا بنياتي. شكرا. سعدات يا نجلاء سعدات، يا ربي تاني جبت سعود بحالها. مرام جبتي في معدل الدورة الثانية 9.49. حاسة جدا مرام، تعالي لهنا يا بنياتي. حسن جدا، واصلي يا بنياتي. ابراهيم بقيت غير انا وياك، انا انت اللي غادي تبكي. الله يحفظني، تبكي انت ان شاء الله. ميساء جبتي في معدل الدوره الثانيه 4.55. للاسف غدا تعاودي العام ويكرر. شدي، شكون بكى دابا انا ولا انت؟ ابراهيم للاسف جبتي في معدل الدوره الثانيه ترى كفس من ميساء، جبتي 3.23. مشيت فيها.